السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عن رؤى وعلامات لو حضرتك شفتيها في المنام فهو يدل للمتزوجة على أنها تحمل بعد صبر طويل. من هذه الرؤى يا أحبابنا الكرام للمتزوجة رؤيا الإفطار ساعة المغرب بعد الصيام. فالصوم في الرؤيا صبر، والإفطار يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فإذا كانت المرأة متزوجة ويعني بقالها سنين لم تنجب أو تبشر بالحمل، فرؤيا أنها صائمة ثم أفطرت في موعد الإفطار دليل على أنها تفرح وأنها تصر وأنها تحمل بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك رؤيا أن المرأة المتزوجة ينزل من صدرها لبن أو حليب، ينزل الحليب من صدر المرأة المتزوجة، فهي بشارة لها على أنها تحمل بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. كمان رؤيا مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، فرؤيا مريم في المنام للمرأة المتزوجة تدل على بشارة بالحمل. كذلك هز النخلة وأكل التمر منها دليل على الحمل والإنجاب، لقول ربنا عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. قر عينا، العين القارة، العين الراضية، فهي بشارة لها بالحمل والإنجاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. رؤيا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تدل على بشارة بالحمل بعد صبر طويل. كذلك الوقوف في المحراب، الوقوف في المحراب، الوقوف في القبلة، في قبلة المسلمين، ده دليل على أنها بشارة لها بالحمل والإنجاب. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالوقوف في المحراب كان سبب العطاء، وهو في الرؤيا دليل على بشارة للمرأة المتزوجة بالحمل. كذلك يا أحبابنا الكرام رؤيا المهد، رؤيا المهد اللي هو إيه المهد؟ اللي هو السرير بتاع الطفل. لو رأته المرأة المتزوجة في المنام فهي بشارة لها بالحمل. رؤيا فساتين الأطفال، فساتين الأطفال، يبقى هتخلف بنت، هتنجب أنثى. طب لو كانت الملابس ملابس ذكر يبقى هتحمل بمولود ذكر بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى شافت لعب الأطفال، شافت ملابس الأطفال، ده دليل على أنها ستبشر بالحمل والإنجاب بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك من الرؤيا أحبابنا الكرام الغلام، لو دخل عليها غلام، والغلام ده لو شافته في الرؤيا هيكون عمره أقل من البلوغ وأكبر شوية، يعني عنده 11-12 سنة، ده يسمى في الشرع غلام. فده دليل رؤيا الغلام في الرؤيا بشارة على أنها تبشر بالحمل والإنجاب بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يا أحبابنا الكرام المرأة المتزوجة لو شافت نفسها بتنظر كثيرا للقمر، احنا قلنا العزباء لما تنظر للقمر دي هتتخطب، لكن المتزوجة لما تنظر للقمر ده دليل على أنها ستحمل بولد يشبه القمر. طب لو نظرت في المراية وشافت صورة جوزها، يعني هي بتبص في المراية، بتبص على نفسها في المراية بس شافت صورة جوزها، تجيب تحمل وتبشر بالحمل من مولود ذكر يشبه أباه، يعني بالظبط يشبه أبوه بالظبط. ده إذا رأت في المنام أنها تنظر في المرآة فترى صورة زوجها. طب لو هي نظرت في المرآة فلقت صورتها جميلة جدا، دي برضو المرأة المتزوجة، فدي بشارة لها بأنها تبشر بمولودة أنثى تشبهها في الخلقة، تشبهها بالظبط في الخلقة. ده لو هي بتبص بتنظر
إلى المرآة ورأت نفسها جميلة. يا أحبابنا الكرام، لو رأت المرأة المتزوجة نفسها تضحك في المنام، تضحك في المنام، فهي بشارة لها. الضحك مذموم إلا للمرأة المتزوجة التي تنتظر الحمل، فده دلالة على أنها تحمل بأمر الله عز وجل. قال تعالى: فضحكت فبشرناها بإسحاق. يبقى هنا العلماء بيقولوا فضحكت يعني فحاضت فبشرناها بإسحاق. يبقى الضحك في الرؤيا بشارة جميلة جدا للمرأة المتزوجة بأنها ستحمل. كذلك لو رأت في المنام أنها في الدورة الشهرية، فده دليل على أنها تبشر بالحمل والإنجاب بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك إخبار أحد الأنبياء، إخبار أحد الأنبياء لها بأنها يعني إن شاء الله سيأتيك مصطفى، سيأتيك محمد، سيأتيك أحمد، أو ستأتيك بنت اسمها كذا أو كذا أو كذا، فهو دليل على بشارة لك بالحمل وبالإنجاب. كذلك ذكر إخبار الموتى، الموتى لو واحد من الموتى المعروفين جاء للمرأة في المتزوجة في المنام وقال لها إن شاء الله هيكون عندك أحمد، أو إن شاء الله هيجي لك مصطفى مثلا، أو هيجي لك سعدية، أو هيجي لك كذا وكذا، فهي بشارة وكلام الموتى حق ويقع كما جاء. بشارة أحد العلماء، أحد العلماء يبشرك إن أنت هيجي لك كذا وكذا وكذا، فكل هؤلاء كلامهم حق ويقع كما جاء بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك من الرؤى والمنامات التي تبشر بالحمل والإنجاب رؤيا خروج نور من فرج المرأة المتزوجة. هذه الرؤية تؤول بأنها سترد ولدا يكون له شأن عظيم في الدنيا. كذلك الأمر يا أحبابنا الكرام، الزينة، الزينة لو المرأة المتزوجة العزباء، بقى العزباء لو شافت نفسها بتتزين ده دليل على أنها تتزوج. طب المتزوجة لو شافت نفسها بتتزين ده دليل على أنها تحمل. الدليل قول ربنا عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يبقى زينة المرأة في المنام دليل على أنها تبشر بالحمل بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. ده اللي احنا قدرنا نجمعه النهاردة يا حبيبنا الكرام في رؤى وعلامات تبشر بالحمل للمتزوجة، وأيضا بعد صبر طويل. لو عجبكم الفيديو ريت تعملوا لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. كمان يا حبيبنا الكرام اللي بيشوفني لأول مرة ياريت يعمل اشتراك في القناة، أتشرف بذلك، ويفعل خاصية الجرس يختار من الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.